تحت شعار الحصار جريمة أمريكية بأياد عربية، خرج أنصار الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن إلى أقرب نقطة في محيط السفارة الأمريكية في عمان للمطالبة بوقف الحرب ورفع الحصار وفتح معبر رفح، ورسائل عديدة أطلقوها إلى الداخل والخارج. على الحكومة الأردنية أن تعمل فوراً على إعادة خدمة العلم، وعلى تفعيل الجيش الشعبي، وعلى إلغاء اتفاقية وادي عربة، وعلى الاستعداد للحرب. لم يخجل ليبرمان أن يقول إن على إسرائيل أن تستعد للحرب مع الأردن. جئنا لنقول للإدارة الأمريكية ستدفعون ثمن هذه الجرائم. أما الرسالة الثالثة فهي للمجتمع الدولي المتواطئ بهذه الجريمة بصمته على كل الجرائم وحرب الإبادة بحق أهلنا في قطاع غزة. من خلف جنودك قدام حدودك. مغامرة إسرائيل في غزة أحالتها المقاومة إلى ضرب من اللعب بالنار يقولون، ويؤكدون أن إنجازاتها في الميدان أصبحت رقما صعبا في معادلة ردع إسرائيل. قاطعوا هذا سلاح بيجيب نتيجة كبيرة، وإحنا هيك بنقدر نضغط على حكوماتنا إنهم يلغوا اتفاقيات العار. رسالتنا للمقاومة بنقول لهم قلوبنا معكم والله يحميكم، وبنستنى النصر منكم، لأنه أنتوا اللي رفعتوا راسنا، أنتوا رديتوا لنا شرف الأمة العربية كلها، واليمن بنحييهم من قلوبنا. وهات يا اليمني هات. ولمن يقف إلى جانب غزة نصيب من المشاركين. سيطر على باب المنداب. والوعد والعهد متواصل لدعم المقاومة حيثما وأينما وجدت وبكل السبل المتاحة. وقف العدوان يجب أن يرافقه كسر لقيد الحصار المفروض على غزة سنوات طوال، ودعم المقاومة لا تراجع عنه يقولون، ويؤكدون أن أمريكا لا تقل إجراماً عن إسرائيل. لنا شاهين عمان، آل ويدين.